شفتوا شو فيه برشه ملح يعني. خلينا نساله. بونجور. بونجور، كيفك شاب فيصل؟ كيف رولا؟ تمام. كمان صباح الخير لجميع المشاهدين. صباح الخير لك اكيد. شو عندنا اليوم؟ اليوم عندنا تشوكليت اكليرز وعندنا كراميل اكليرز. عاملين اكليرز ديفرنت فليفرز يعني على طعمات مختلفه، وطبعا رح نحضر الحشوات على مراحل مع الوقفات. حضر الحشوات بدك اياها، خذ وقتك على رواق، نحن معك. وجاي بالزياده هيك كرمال المشاهدين يشوفوا يعني. بس يشوفوا. ما بس نحضر شوي بعدين نطلع. وينك يا رولا؟ تلاقينا عم تعمل الجمهور هيك. بليز ما تخبيهم ولا تنجرب ولا شيء. ما رح خبيهم، في كاميرا رح تفضحك اليوم. عندي اصدقاء كثير هون يعني عيوني. كاميرا 2 3 4 5 طيب على كل حال رح نرجع لك بعد شوي، يعطيك الف عافيه. رح نكون طبعا باول فقره بعالم الصباح يلي كلكم تنطروها، وهي مع كارمن والابراج. شكرا كارمن. اكيد كثار منكم كانوا بالمدارس وهلا خلصوا، وكثار بعدهم بالمدارس وبيتذكروا شو كان في يصير قصص هيك مثل فصول نصير نعملها بالاساتذه، والاساتذه كمان يعملوها فينا. رح نرجع بسنين لورا او رح نبقى كمان بايام المدارس للاشخاص اللي هن بعدهم بالمدارس ويتذكروا شو كنا نعمل، ولكن بعد الاعلان مع جون على يوتيوب. ايه رولا شو بتخبرينا؟ لحظه بس انا عم جاوب أصدقائي على الفيسبوك. لحظة جاوبنا. هي من الصغر بتخلق معي الحمد لله. سألوني كل الشفيق صاروا حافظين الحمد لله صيت غني ولا صيت فقر بالنهاية. بس أخي مرة سمعت خبرية. لا أخباري ما تحكي على الهواء. كثير بفضل ما تجيب سيرة أخباري على الهواء تنضل أصحاب ونحب بعض. على كل حال مش موضوع أنا اليوم الحلقة، موضوع إن التلاميذ والاساتذه والمشاكل اللي بتصير او الضروب اللي بيعملوهم ببعض. تفضل الفيديو الثاني. لحظة تنحكي شو عن اول فيديو؟ بدنا نحكي عن اول فيديو. ايه بس كثير طولوا فيه. بس رولا سؤال انه بعالم الصباح اليوم، سؤالنا بالتحديد انه اذا كان الفروضه بنقدر ناخذهم معنا على مدرسه هو على البيت، انه اضبط ما انه نتركهم؟ يي لا لا اليوم التكليف اذا بدك على كل حال يعني انه هو يا بناخذ الفروضات معنا على عندي كان تاني واحد. هلا تاني واحد مع انه مأذي. مأذي كثير بس ايه. شو هات بطلب المشاهدين اكيد الفيديو اللي حبيتوا تصوتوا له بيصير معنا توب 1 توب 2 توب 3 يعني اكيد حسب الاصوات. غير هيك هيدي حلقتنا كانت لليوم رولا. اكيد الدروب اللي حطيناهم ما حدا يعملهم، في منهم مهضومين في منهم مأذيين مثل ما قلتي. حلقتنا بنرجع مثل جماعه الجاي على يوتيوب اكيد مع حلقات جديد مع فيديوز جديد. شو جاي عبالك تحضر على يوتيوب شي مره نعمل لك حلقه؟ بحب قصص كل شيء فوني. هي انت كثير علي يعني، انا بكتب فاني وبيطلع لي مش فيديو او فيديو يعني. ايه ذا فانيست فيديو نزلهم بيكون تمام. على كل حال ثانك يو جون، يعني دائما فقراتك حلوه وبقلبها قصص كثير مهضومه نشوفها. رح نرجع نشوفك اكيد كمان بعد الاعلان، لانه في عنا على غير موجه مع البوم جديد او اغاني جديد نتعرف عليها. اغاني جديد اليوم ما في عنا البوم. فكرت رح تنكت النكته بس بليها. لا ما رح نكت النكتة. على كل حال متوقف مع فاصل اعلاني، وكمان رح نكون مع شيف فيصل وطبخاته الطيبين برشة ملح. ما تروحوا لبعيد. على يوتيوب بحب قصص كل شيء فوني. هي فيديو نزلهم بيكون تمام. على كل حال ثانك يو جون، يعني دائما فقراتك حلوه وبقلبها قصص كثير مهضومه نشوفها. رح نرجع نشوفك اكيد كمان بعد الاعلان، لانه في عنا على غير موجه مع البوم جديد او اغاني جديد نتعرف عليها. اغاني جديد اليوم ما في عنا البوم. فكرت رح تنكت النكته بس بليها. لا ما رح نكت النكته. على كل حال متوقف مع فاصل اعلاني، وكمان رح نكون مع شيف فيصل وطبخاته الطيبين برشه ملح. ما تروحوا لبعيد.